إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم قررت أنني ندير لكم فيديو أو نحط فيديو مين كنمشي ونجيب الماء. أنا غنمشي عمون برعمل، هذا البيضة دوار، طريق بعيدة شوية، لذلك غنحاول نلخص لكم داكشي. العوينه اللي تابعه لينا ها هي فين هي، ولكن راه ما خدامهاش من 2015. نط فيا موالفه تاع عمر بالماء، ها هي ديال المخزن، الساعه انت هي ما خدامهاش، ما فيها والو، موالفه تاع عمر غير من الماء ديال الشتاء. كما قال واحد الاخ، قال لك اودي الماء راه ما كاينش في العوينات الصباح هذا، وحنا ما عندناش الماء في ديورنا. حنا واخا قال لنا راه الماء ما كاينش، ولكن غنحاولوا نمشيو ونقربوا للناس شحال حنا كنضربوا ديال الطريق باش نجيبوا الماء. واقرب عوينه حاليا اللي تابعه لجماعه المراسله تقريبا على ما كيقولوا انها واقفه ما خداماش. ارفع راك عارف كورونا راه كاينه، الناس راه ما ملتزماش. غادي العوينه ما خداماش. هذا السيد كياكد لنا ان العوينه اللي غنمشيو ليها ما خداماش، ولكن غنحاولوا نمشيو نشوفوا بعينينا الصح ما خداماش. سير تو سيبشي، سير ارجع. اخوان قربنا العوينه باش نشوفوا واش كيشم ولا ما كاينش. اخوان فعلا نيت كما قالوا لنا الاخوان ان راه الماء ما كاينش. ها العوينه ها هي، اوو الشا. غادي ننزلوا نقربوكم من الصوره. هذه العوينه الوحيده اللي كاينه، ها هي صالح الماء مقطوع فيها اليوم، ما عرفناش شنو المشكل. هي فين هي اخوة؟ كي الناس كتجي وكترجع ما كاينش الماء. الا بغينا نمشيو للبير غنضربو كتار من 5 ولا 6 كيلومتر، بقى الطريق بعيدة. حنا دابا ضربنا شي 2 كيلومتر ونص ولا جوج باش نجيو لاقرب عوينة اللي كيسقي منها كتر من 20 واحد، اي كتر من 20 دوار، والماء باقا ما طلقش. هانتوما اخوان كما شفتوا، ها انتم ها العوينه، الناس تسقي من الطافي الخاصه. كما قلت لكم الماء راه ما كاينش، نشوفوا في الروبيني. ها هو ها الروبيني، السيد اللي مكلف سولناه قال لك اودي راه ما عرفتش شنو السبب، ما بغاش يهضر معنا، ماشي مشكل من حقه. قال لك تقريبا شي قادو الصفر كاع ولا شي حاجه، توقف جوج مرات في السيمانة. هذا هو اللي كاين. ما عندكش مناش تخاف با الغربة؟ لا لا ما خايفش، خلينا عليك في التحلال. واش انت راك داير معاهم كونطرا هنايا؟ نسيني معاهم كونطرا تاع عزيز. خلينا عزيز، خلينا عليك، خلينا عليك، خلينا عليك. لا حول، الله يصلح عليا، الله يصلح عليك في التحلال. ماني ما بغيتيش، ما عندي ما ندير لك انايا. لا حول في التحلال. حنا وينك تقول لنا ودي لنا راه تفرقع قادو في الشليحات وجات شحال من واحد هنايا، قلت لي ورجع. ايوا صافي ماشي مشكل. غيصوبو غيصوبو في التحلال. وامتى دابا انا رجع خاوي دابا؟ غيصوبو غيصوبو. امتى؟ غيصوبو. انا رجع خاوي دابا، ما عنديش الماء. ود الناس كيضحكوا علينا، كيتفرقع اكثر من 3 مرات 4 في السيمانه. السلام عليكم. في غادي؟ مين؟ ها؟ والعوينه هي ما خداماش. مين جايتها مين؟ الدوار ديال الهواوره. بعيد شويه ياك، وغادي تسقي من العوينه. راك برامج حق تخلص عليهم. لا اه 30 ريال 35 درهم 36. وفي البير شحال تخلص عليهم؟
50. دابا الماء ما كاينش، عندكم الماء في الدار ولا ما عندكمش؟ ما عندكمش، ما عندكمش الماء. واش غدير دابا ترجع خاوي؟ ما عندكم باش توردوا البهيم، ما عندكمش الماء في المطافي. سير سير اخوان، كما شفتوا هذا الاخ هذا جاي يضرب ترتا هو مكون مطنص ولا جوج من الدوار ديال الورا. وما كاينش الماء، السلام العوينه والو. والبير تا هو قال لي ما فيش الماء، ما خدامش الاخ تا هو نفس المشكل، تا هو فين غيمشي يضرب تا هو تا الماء غادي يرجع ما يلقاش الماء. سير سير واش كاين السيد الناجي؟ بخير. راه كي داير؟ الله يحفظك. بخير. ومشيت للعين ما كايناش، البير ما خدامش. هذه مقبرة قديمة تقريبا أكثر من 50 عام ولا شنو هي، كانوا كيدفنوا فيها الناس الأولين. هذه مقبرة جديدة وتدفنوا فيها الناس وما عندهاش ثور، الثور اللي غيحافظ على حرمة المقابر ديال الموتى الله يرحمهم، ما عندها الثور، الثور ما عندهاش. هاي من هي هاي بدون ثور البهيم كتسرح فوق منها، الغنم فوق منها، كلاب الضالة فوق منها. كاين هنا واحد الصوير صغير كان مغني نغير واحد الاصدقاء، ومن جهة اخرى ما عندهاش، ومن جهة اخرى ما عندهاش. هذه هي السكنة ديال المستشار الجماعي في التيجي مفتاح. هانتوما الاخوان، هاد البوطو هذا راه مش بوطو، واش مقطوع مقطوع كما كتشوفوا. ها هو دابا لمش هذا طاح، هذا البوطو هذا يعني الرابطه بين هذا البوطو هذا الاخر، الضو غيطيح كامل، حتى حاجه ما غاش تبقى هنايا صحيحه، يعني يقدر يتحرك دوار على قدو والناس لا تبالي، ما كاينش مسؤوليه. البوله كما كتشوفوا هي طايره البرد،